يعني دكتور يعني خلينا واضحين. يعني دكتور المواطن اليوم دائما يسأل، يعني دائما من يكون عندنا اكتفاء ذاتي، هذا التعطيل مستمر لاكتفاء الذاتي، وجود جهات مستفيدة يعني أبرزها أذرع التجارة المفتوحة مع إيران، خلينا نتكلم بوضوح، استيراد الأسماك وغيرها، هاي تنامي الثروة السمكية اليوم هو اكتفاء شبه ذاتي للعراق، طلعت الحمى النزفية، الناس راحت على الأسماك. نشهد إقبال على الأسماك بعد الأخبار المتضاربة والتضخيم لموضوع مرض الحمى النزفية، فالآن نشهد استهداف واضح لضرب الثروة الزراعية والقطاع الزراعي التي هي مصدر للغذاء للناس. إذا لاحظنا أنه كل نمو في قطاع معين بالنسبة للمنتج المحلي نشاهد هناك يعني مع الأسف يعني توجه له الضربات التي نعدها ضربات يعني سيئة جدا للمساس بالاقتصاد المحلي وبالمنتج المحلي، على اعتبار يعني أنه قضية النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي يعني لا ترضي بعض الناس، وبالتالي تضرب وثروتنا المحلية، وهذا يضر حتى بغذاء الناس ونوعا وكما، وبالتالي هناك متضررين وهناك منتفعين مع الأسف. يعني مثل ما اليوم متضرر من المستهلك من هذه الأشياء المستهلك والمنتج وحتى بائع المفرد والجملة، فبالمقابل هناك مستفيدين يعني مع الأسف. لذلك علينا كجهات حكومية وحتى مواطنين النظر بعين الحرص على منتجنا المحلي ومواجهة ومحاربة كل الممارسات التي تحاول ضرب هذا المنتج المحلي، سواء كانت يعني هذه الممارسات لها يعني دوافع سياسية أو دوافع اقتصادية أو حتى دوافع يعني غير مبررة من بعض الجهال والممارسات يعني الغير مسؤولة لبعض الناس. نعم، يعني برأيك هذه الأذرع اللي تريد يبقى العراق سوق مفتوح، تريدها يكون أيضا دولة ضعيفة اقتصاديا معتمدة بشكل كامل على الدول المجاورة. نعم، قضية يعني حماية المنتج المحلي مفهوم واسع، إذا ما أردنا التطرق لهذا المفهوم فهو ثمرة لجهود كبيرة قد تشترك، يعني ليس أنه وزارة الزراعة فقط هي المسؤولة عن حماية المنتج المحلي، هناك يعني جهات تشريعية وجهات قانونية وحتى القضاء وحتى الإعلام حضراتكم يعني له مساهمة كبيرة في حماية المنتج المحلي والحماية من الضرر الخارجي والداخلي. نعم.